سبب بدون اي مبرر. كل ذنبنا ان احنا نزلنا ندافع عن شرعيتنا، نزلنا ندافع عن صوتنا وحطنا في الصندوق. احنا قلنا عايزين بلد حره ديمقراطيه مدنيه زي ما قلنا كل نشطاء سياسيين قالوا، نزلنا معاهم وحطينا صوتنا في الصندوق. هم اختاروا شفيق، اختار حمدان، واحنا اختار رئيس مرسي. طلع ان شفيق رئيس مرسي يكمل مدته ويقعد باحترامه 4 سنين ما وقفوش. نزلوا يعملوا حركه تمرد، قلنا لهم ماشي انزلوا اعملوا حركه تمرد. اللي نزلوا الشارعين 30 مش هم اللي مشوا رئيس مرسي. اللي حصل يوم 30 ده كانت خطه ومؤامره وسلمه يطلع عليها المجلس العسكري وحكم عسكري يرجع تاني لمصر بعد ما خلص فقدوا بيتهم بسبب الرئيس مرسي. الرئيس مرسي كان عايز دوله مدنيه، والحكم العسكري من 60 سنه بيدمر في البلد وينعبها وعايز يرجع من اول تاني علشان يحكم مصر. هو ده اللي حصل يا جماعه. وعلشان كده انا النهارده عشان استرد شرعيه الرئيس يرجع لنا رئيسنا ودستورنا ومجلس الشعب ومجلس الشورى وحق الشهداء اللي ماتوا والسيسي القديم يتعدموا وكل الانقلابيين اللي وراهم. مش عشان دكتور مرسي ولا غير دكتور مرسي، 25 يناير خدنا مفتاح ان احنا نقدر نشيل ونحط الحاكم اللي احنا عايزينه. بحجه ان انا وانت مختلفين، اداء دكتور مرسي حلو او وحش، ما ينفعش تيجي الدبابه هي اللي تقرر. دي حاجه معناها ان حتى لو كان اداء دكتور مرسي مش عاجبك انت ما ينفعش صوتك، حتى لو كنت انتخبت شفيق. يعني اللي عمله السيسي ده لغى صوت اللي انتخب اي حد، ده لغى الانتخابات خالص، لغى اليه الديمقراطيه كلها من مصر. بعد كده الدبابه هي اللي هتحكم، بعد كده اللي هيقطع لي البنزين بالعافيه والكهرباء بالعافيه عشان ينزلني وبعدين يقول حاجه معينه في الاعلام هو اللي هيقرر مين اللي يجي مش انا. فاحنا نازلين هنا عشان نقول ان الكلام ده كله كلام فاضي وما ياكلش مع الشعب المصري، واحنا عايزين الشرعيه ومش عايزين حاجه ثانيه تحكم مصر. احنا عايزين، ما فيش مشكله يمشي دكتور مرسي، ما يعني الاعمار بيد الله. هو لو كان دكتور مرسي توفاه الله في النص كانت هتبقى خلاص كده رحنا بدايه. لا، هي المشكله ان احنا في اليه معينه للديمقراطيه معروفه على يعني كل سكان كوكب الارض عارفينها، ما ينفعش حد يجي يضحك علينا ويلغيها بحجه ان اصل اداء مرسي وحش. اداء مرسي وحش عندك الصندوق سقطوا فيه زي كل سكان الكره الارضيه. انما نرجع تاني للدستور اللي عايزين يعملوه ده، دستور بهيئه معينه. الدستور ده اسمه دستور المنحه، دي حاجه فضيحه، دي حاجه في العصور الوسطى كانت بتتعمل. نيجي احنا في مصر نعملها؟ انا نزلت وقفت في طابور الانتخابات، طابور طويل جدا، ما ينفعش واحد انا ما اخترتوش يجيب جره قلم يشيل صوتي. انا ما اخترتوش. مشكلتنا دلوقتي مش ان احنا نرجع مرسي، مشكلتنا ضد الحكم العسكري على عبد الهادي والناس كلها اللي ماتت في احداث محمد محمود. احنا نزلنا الناس اللي ماتت في محمد محمود سكت عن حقها دلوقتي وما بنقولش ياسر بس بحكم العسكر. احنا مع الحق وبنقول احنا مش بنتاجر بدم شهداء، بس احنا وقع مننا ناس في مصطفى محمد محمود، وقع مننا ناس في رابعه وفي كل الميادين وستات وبنات وناس كبيره، فاحنا نازلين نجيب حقهم وحق الشهداء دول. مش مشكلتنا مش مع مرسي دلوقتي ان هو يرجع وما يرجعش، يمسكنا واحد ديمقراطي ما يمسحش اسمي يعني صوتي الانتخابي بجرد قلم. يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، وحدا واصيل الكفاح.